بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 13 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة مع أسئلتكم استفساراتكم في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء وسماحة العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح في هذا اللقاء، حياكم الله وبارك. هذا يقول: ما المراد بالآية في قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أتى أمر الله فلا تستعجلوا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أتى أمر الله أي قيام الساعة والانتقال من هذه الدنيا إلى الدار الآخرة، فهذا عبر عن المستقبل بالماضي تحقق وقوعه. أتى أمر الله، هو يأتي أمر الله أو سيأتي أمر الله سبحانه، فعبر عن المستقبل بفعل الماضي لتحقق وقوعه وتأكد الاستعداد له واستحضار ذلك دائما وابدا. نعم. يقول أيضا في فقرته الثانية: ما سبب نزول سورة الضحى والضحى والليل إذا سجى، وما المراد في بدايتها؟ سبب ذلك أن جر وكلب كان تحت سرير النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم، فامتنع جبريل من المجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب ذلك، وانقطع الوحي، انقطع الوحي عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة، حتى قال المشركون: إن ربك قد ودعك، يعني تركك، وفرحوا بذلك. والله جل وعلا أقسم بالضحى وهو أول النهار، والليل إذا سجى أول الليل، وهذا من آياته سبحانه العظيمة، وهو يقسم سبحانه وتعالى من خلقه بما شاء، ولا يقسم إلا بشيء فيه عبرة وفيه آية من آياته سبحانه وتعالى. ما ودعك ربك وما قال، هذا رد على المشركين لما قالوا: ما نرى ربك إلا قد قلاك، أي أبغضك. نعم. أحسن الله إليكم. السائل إبراهيم من السودان يقول: كم أقسام المعية وما المراد بها؟ وهناك من يقول بأن الله موجود في كل مكان. الذي يقول إن الله موجود في كل مكان هؤلاء هم الحلولية، وهذا كفر بالله عز وجل، بل الله جل وعلا فوق سماواته، مستوى على عرشه سبحانه وتعالى، فهو في العلو. العلو صفة ذات لا تنفك عن الله جل وعلا، وأما الاستواء فإنه صفة فعل يفعله إذا شاء سبحانه وتعالى. وما الذي يقول إن الله في كل مكان، هذا مذهب الحلولية، وهذا كفر بالله عز وجل، لأن الله ينزه عن ذلك. حتى مواضع القاذورات يظنون أن الله جل وعلا يكون فيها، تعالى الله عن ذلك. ولذلك صار مذهب الحلولية كفرا بالله عز وجل، لأنهم لم ينزهوا الله عز وجل ولم يثبتوا له صفة العلو. نعم. أيضا يستفسر عن الآية: وجاء ربك والملك صفا صفا. هذا في يوم القيامة، وهذا حق. يأتي الله جل وعلا بذاته، يأتي الله مجيئا يليق بجلاله لفصل القضاء بين عباده سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. أحمد من جازان يقول: شيخ، بأنه مصاب بالربو ويذهب إلى المسجد بالكمامات ويصلي وهو على هذه الحالة، لا بأس بذلك، إذا كان يحتاج إليها فليستعملها في المسجد. نعم. أحسن الله إليكم. هذه الأخت فضيلة الشيخ تقول بأنها تأتيها الدورة، ولكنها تقول في بيتها تطالع كتب التفسير وتقرأ بها، لا بأس بذلك، لكنها تتجنب المصحف، فلا تقرأ به ولا تمسه إلا بواسطة قلم أو بواسطة مسطرة، أما أنها تمس القرآن مباشرة وهي حائض فهذا لا يجوز، قال صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة
الشيخ، ما سبب نزول سورة عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما قصة ذلك؟ سبب ذلك أن عبد الله بن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه جاء يريد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عند النبي رجال من كبار قريش، وكان يرغب صلى الله عليه وسلم في هدايتهم وتألفهم، كان جالسا معهم. ولما جاء ابن أم مكتوم النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتفرغ لهؤلاء لدعوتهم إلى الإسلام، ولكن الله عاتبه في ذلك، عبس أي في وجهه صلى الله عليه وسلم، أي كره مجيء ابن أم مكتوم وتولى أن يعرض عنه ولم يستمع لسؤاله، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فعاتب الله نبيه صلى الله عليه وسلم في ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرحب بابن أم مكتوم ويقول مرحبا بالذي عاتبني الله فيه. نعم. له فقرة أخرى عن آية كريمة في قوله تبارك وتعالى: وقوموا لله قانتين. المراد بالقنوت هنا السكوت، كانوا في أول الإسلام يتكلمون في الصلاة، يكلم الرجل من بجانبه، فنسخ الله ذلك وأمر بالسكوت في الصلاة وعدم الكلام، هذا معنى قوله وقوموا لله قانتين. نعم. يسأل عن مصادر التشريع الإسلامي، كم عددها يا شيخ؟ الكتاب والسنة والإجماع والقياس، أربعة، وهناك مختلف فيه وهو الاستصحاب، استصحاب الحال. نعم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن أفضل كتب الحديث للمبتدئ الذي يقرأ بها. لا يقرأ الحديث ولا غيره من كتب العلم إلا على العلماء، لكن لا بأس بالمطالعة والسؤال عما أشكل عليه، لا بأس بذلك. أما أنه يعتبر هذا تعلما، لا، ما هو هذا تعلم، التعلم على أهل العلم، لا بد من ذلك. وأقرب كتب الحديث للمبتدئ بلوغ المرام، رياض الصالحين، هذه المختصرات. نعم. الأخت عائشة تقول: شيخ، البسملة هنا في قوله تبارك وتعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، لماذا جاءت في هذا السياق؟ لأن سليمان كتبها في أول خطابه، والله جل وعلا حكى ذلك عن سليمان، وجاءت البسملة كما كتبها سليمان في أول خطابه. نعم. هذا يقول: ما المراد بالتحدث بنعم الله تبارك وتعالى؟ ذكرها، المراد بالتحدث بها ذكرها في المجالس وعند الناس، أنعم الله علينا بكذا، نحمد الله ونشكره على نعمة الإسلام، على نعمة الأمن، على نعمة الأرزاق، إلى غير ذلك، تحدثوا بها، هذا من شكرها. فأركان الشكر ثلاثة: التحدث بها ظاهرا، والاعتراف بها باطنا، وصرفها في طاعة مسديها وموليها. نعم. أبو عبد الله يسأل عن الأشهر الحرم، ما هي ولماذا سميت بهذه الأشهر الحرم من بين بقية الأشهر؟ لأن الله حرم فيها القتال، وهي أربعة أشهر: ثلاثة سرد، وهي شوال وذو القعدة، وعشرة أيام من ذي الحجة، الرابع شهر رجب، شوال وذو القعدة وذو الحجة، هذه ثلاثة سرد، والرابع شهر رجب الفرد. ولذلك سميت الأشهر الحرم لأن الله حرم فيها القتال. نعم. يسأل يا شيخ هذا عن أقسام التوحيد وعن أهمها منزلة في الدين. أقسام التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، أو توحيد الله بأفعاله سبحانه وتعالى كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وغير ذلك، توحيد الألوهية هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة التي شرعها لعباده، أو توحيد الأسماء والصفات وهو إثباتها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. نعم. هذا يقول بأنني صليت منفردا عدة صلوات خلف الصف منفردا، وذلك لاكتمال الصف الأول. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وحده خلف الصف، أمره أن يعيد الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لفذ خلف الصف. إذا كانت الصلوات قليلة فلا بد من إعادتها، أما إذا كثرت وأنت لم تعلم لعل الله يعفو عنك. نعم. أبو إبراهيم يقول: الصحابة رضوان الله عليهم جميعا، هل هم في منزلة واحدة أو أنهم يتفاضلون؟ الصحابة يتفاضلون بلا شك، المهاجرون أفضل من الأنصار، وأصحاب بدر أفضل من غيرهم،
لا يستوي من منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، يعني فتح مكة، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى. نعم. ما رأيكم فضيلة الشيخ في بعض الكتب التي نزلت وهي تعتني وتقوم بتفسير الرؤى في وقتنا الحاضر؟ نزلت؟ لا يعني موجودة في المكتبات. لا يعتمد عليها لأنها غير ثابتة، والرؤى ما يعتمد فيها على كتب مكتوبة، وإنما يسأل عنها المعبرين المعروفين بالتعبير ويسألون عنها. نعم. يقول السائل يا شيخ، إذا تثاءب الإنسان وضع يده على فمه أو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هل في ذلك بأس؟ أما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذه لم ترد في هذه المناسبة، وأما وضع يده على فمه، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا يعني عرض لأحدكم التثاؤب فليكظمه ما استطاع، فإذا لم يستطع فإنه يضع يده على فمه. نعم. يقول هل ورد صلاة ركعتين عند الدخول على الزوجة في أول ليلة؟ نعم، يستحب هذا لأجل يدعو الله بأن يبارك فيها وأن يصلحها وأن يوفق بينهما. نعم. أحمد من جازان يقول ما هي أفضل وأبرز كتب الإمام ابن القيم رحمه الله؟ كلها قيمة وكلها مفيدة، وأبرزها إعلام الموقعين أو أعلام الموقعين عن رب العالمين، وهذا في الفتوى وما يجري مجراها، وكذلك مدارج السالكين، شرح منازل السائرين، وكتبه كلها مفيدة رحمه الله. نعم. يقول السائل يا شيخ، إذا احتار الإنسان في أخذ فتوى في حياته فأيهما يبدأ وعن من يأخذ الفتوى مأجورين؟ عن المعينين للإفتاء، المعينين للإفتاء، هذا في الأمور العامة. أما الأمور الخاصة فيسأل من يثق بدينه وعلمه، يسأل من يثق بدينه وعلمه ممن حوله. شكر الله لكم سماحة الشيخ صالح الفوزان على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في برنامج نور على الدرب. يتجدد اللقاء إن شاء الله مع الإخوة والأخوات ومع سماحة الشيخ في الإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم في برنامج نور على الدرب. أشكر فريق العمل في هذا البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.